وأولى فقرتنا بصباحنا لليوم فقرتنا الطبية، حيث يولد من بين كل 1000 طفل 8 مصابين بمشاكل قلبية عند الولادة، ونحو 25% من هاي الإصابات بتكون ثقب بين البطينين، و10% من الإصابات تكون أيضا ثقب بين الأذينين. وعلى الرغم من عدم وجود سبب واضح لوجود هاي الفتحات ل90% من الحالات تقريبا، فإن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة. حتى نعرف أكثر عن هي الثقوب وأسبابها وعلاجها، وإلى أي حد تكون هي أكثر خطورة على حياة أطفالنا. بصرنا اليوم نرحب بالدكتور أحمد العايد، اختصاص قلبية. صباح الخير دكتور أحمد. صباح النور وشكراً لكم. الله يعطيكم العافية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يعني العنوان بخوف شوي، ثقب القلب، وقليل ما نسمع بهذا العنوان. خلينا نتعرف أكثر على هذا المرض وأنواعه. هلا خلينا نحكي الحاله السليمه. هلا الحاله السليمه للقلب انه يكون في قلب ايمن وقلب ايسر، والدم لا يختلط بين هالجوفين. الدم اللي موجود بالقلب الايسر هو الدم المؤكسج اللي كان بالرئتين واتجه باتجاه القلب الايسر لحتى يضخه للجسم. القلب الايمن هو اللي بيضخ الدم للرئتين، الدوره الصغرى والدوره الكبرى معروفه لكل الناس تعرفها. المفروض انه ما يكون في اتصال بين هالدورتين، ما يكون في جريان بيناتهم أو اختلاط بيناتهم. الإشكالية بتصير لما يكون في ثقب بالحاجز الأذيني اللي بيفصل الأذين اليمنى عن اليسرى، أو الحاجز البطيني اللي بيفصل البطين الأيسر عن البطين الأيمن. هذا بيؤدي إذن إلى مرور الدم بالاتجاه الخطأ، مما يؤدي إلى ارتفاع الضغط الرئوي وظهور أعراض قصور قلب فيما بعد. نعم دكتور، خلينا نحكي، هل له علاقة بوضعية الحمل؟ يعني وقت تكون الأم حامل له علاقة شيء عند حديثي الولادة للأطفال؟ له علاقة بعض السلوكات الغلط يلي بتتبعها الأم، ولا لا هي ولادة هيك بتكون؟ الحقيقة اتهمت بعض الحالات أنه هي سبب بحدوث فتحات بطينية أو ثقوب القلب إجمالاً. هلأ مثلاً الحصبة الألمانية إذا أصيبت الحامل ما كانت ملقحة تجاه الروبيلا أو الحصبة الألمانية، تهموها للحصبة الألمانية بإحداثها لثقوب القلب، لكن هي ممكن تصير حتى عند الامرأة الملقحة لأخذ اللقاحات بدون ما تصاب، بس هي أحد العوامل. أيضاً تهمت الذئبة الحمامية أنه ممكن تكون سبب أحد الأمراض المناعية. ايضا شذوذات الكروموزومات او المورثات، مثلا متلازمه داون. الاطفال اللي بيولدوا بمتلازمه داون مؤهبين انه يصير عندهم او ممكن من وقت ولادتهم يكون عندهم احد الفتحات بين الاجواف القلبيه. دكتور، عم نحكي عن مرض بيصيب الاطفال، خلينا نحكي عن الفئات العمريه يمكن، او هذا المرض ممكن يكون له علاج معين، خصوصا عم نحكي نحن عن الاطفال. طبعا نحن قلنا انه الفتحات هي خلقيه، لكن في فتحات مكتسبه ممكن تصير مع العمر. طبعا يعني ممكن مثلا الفتحه بين البطينين او الثقب بين البطينين يصير نتيجه احتشاء عضله قلبيه، مثلا نتيجة الجلطة المعروفة عند الناس بالجلطة القلبية. الجلطة القلبية بتؤدي لتسكير الشريان المروي للحجاب الحاجز أو الحاجز بين البطينين، هذا بيؤدي إلى تنخر وبالتالي حدوث ثقب أو فتحة ومرور الدم من البطين الأيسر إلى البطين الأيمن. طبعا آليتها وفيزيولوجيتها مختلفة تماما عن الفتحة الولادية، لكن هي ممكن تصير بالأعمار المتقدمة. حتى الفتحات الخلقية الولادية ممكن ما تتشخص إلا على كبر عند البالغين، عند الكبار، خاصة الفتحة بين الأذينتين. في نوع من الفتحات اسمه بقاء الثقب البيضية. هلأ هذا ممكن ما يتشخص إلا بمرحلة متقدمة من العمر، ممكن بالأربعينات أو الخمسينات مثلا، لو أنه ممكن ما يكون في أعراض نهائيا. إلى الفتحة المكتسبة اللي هي ناتجة عن احتشاء عضلة قلبية، هي بسياق الاحتشاء او الجلطه القلبيه بيكون اعراض خلينا نقول صاخبه شوي، يعني
مريض موجود بالعناية المشددة ناتج عن ألم صدري شديد، ناتج عن احتشاء عضلية قلبية، فبدنا ننتبه أنه ممكن يتطور عنده الشيء اللي بنسميه فتحة مكتسبة بين البطينين أو ثقوب مكتسب بين البطينين. نعم دكتور، تماما خلينا نركز على موضوع أنه شو هي الأعراض يلي بترافق حديثي الولادة عند وجود أي ثقب بالقلب؟ هي أولا. ثانيا يعني شو إلى مدى بيشكل خطورة الثقب بالقلب عند الأطفال؟ تمام. هلأ أول شيء ممكن يكون طفل غير عرضي نهائيا، وممكن مثل ما قلنا حتى على يكبر ليكبر لنكتشف صدفة الفتحة، يعني ما في ولا عرض عند حديثي الولادة. لكن إذا كانت حجم الفتحة كبير، يعني كلمة كبير مو بس بالقياس، بقياس الفتحة بكمية المر الدم المارر أو اللي بيمر من خلالها للجهة الأخرى من القلب، فإذا كانت فعالة بمعنى أنه كمية كبيرة من الدم عم تمر بالاتجاه الخطأ، معناتها راح يدخل المريض أو الطفل بعرض قصور قلب، بيكون في ضيق نفس، ممكن يكون في اضطراب بالنمو، نقص نمو، خفقان، في ظاهرة هي التعرق أثناء الرضاعة، يعني الطفل عم يرضع، الرضاعة بالنسبة للطفل تعتبر جهد، فهي أعراض جهدية، هي ممكن يصير في زرقة وممكن يصير في تعرق زائد أثناء الرضاعة وما يكمل الرضاعة، وهذا طبعا بيؤدي لفشل بالنمو او انه ما بياخذ الحجم الكامل حسب العمر. طبعا هلا ممكن تسرع القلب، الولد كثير بيكون عنده تسرع بالقلب، ولكن كمان تسرع القلب صح، بس في مقياس، لا بيكون تسرع اكثر من الحد الطبيعي عند الطفل بالوقت العادي، مو عند ممارسه اي جهد صح. دائما الاطفال عندهم سرعه قلب زايده تماما، لكن لما يكون في عندهم فتحات قلبيه مؤثره فبتكون هالسرعة أكبر وأكثر، وهي طبيب الأطفال بيكتشفها، حتى ممكن تعطي صوت بنسميه نفخة بيسمعه طبيب الأطفال أو طبيب القلبية بالسماعة، بيعرف أنه ممكن يكون معناتها في عنا فتحة داخل القلب لأنه بتعطي صوت. دكتور خلينا نحكي عن الفرق اليوم بهذا المرض بين الكبار وبين الصغار من حيث الأعراض، من حيث درجة الخطورة إذا بدنا نقول. هلأ عند الأطفال مثل ما قلنا الأعراض دي النفس، الخفقة، التعب، فشل النمو، عند الكبار هي أعراض قصور قلب غالبا. ومرة تانية بحب أكد أنه ممكن تكون غير عرضية، ممكن تكون السكتة الدماغية هي العرض الأول. كيف؟ هلأ ممكن تتشكل خسرة بالجانب الأيمن عن طريق الثقب أو الفتحة اللي موجودة تنتقل للجانب الأيسر، من الجانب الأيسر دم عم يضخ، القلب عم يضخ الدم باتجاه الدماغ، فبتطلع هاي الخسرة اللي هي كان مفروض تكون بالجانب الأيمن عم تنتقل للجانب الأيسر نتيجة وجود هالخلل أو هالشذوذ، وتنتقل للدماغ وتعمل سكتة دماغية أو فالج. أو لذلك كل مريض عنده سكتة دماغية أو فالج أو أي حادث وعائي دماغي بنسميه لازم يعمل استشارة قلبية، طبيب العصبية بيقول روح اعمل استشارة واعمل ايكو قلب لنشوف في مصدر للصمة اللي سكرت الشريان الدماغي ولا لا، هل هي مصدر القلب ولا لا. هذا بيبين معنا طبعا بالإجراءات البسيطة، أول شيء بالسماعة، بتخطيط القلب، بإيكو القلب، الإجراءات اللي هي موجودة بأي عيادة. طبعا التخطيط لا يغني عن الإيكو، والإيكو لا يغني عن التخطيط بهيك حالة، حتما مطلوب الاثنين سوا. نعم. وهن معظم الأحيان مطلوبين سوا الحقيقة. نعم دكتور أحمد، خلينا نحكي عن، نرجع لموضوع ثقب القلب عند الأطفال ونحكي عن أهمية، أو يعني بعيد الشر عن كل أطفالنا، يعني هاي العملية بسوريا قديش هي ناجحة، قديش عنا يمكن حالات تم إنقاذها من قبل أطبائنا السوريين. خلينا نحكي اليوم تحضيرات نحن كأطباء سوريين كمشافي سورية، قديش مهمة اليوم ونسبة الشفاء قديش بتكون؟ هلأ إذا اكتشفت باكراً بالمراحل الأولى لعمر الطفل وشخصت بشكل صحيح فالعملية بتكون ناجحة وموفقة وبيعيش حياته طبيعي الطفل. الإشكالية بتصير بالتأخير بالتشخيص. طبعاً مراكزنا سواء كانت المراكز تابعة لوزارة التعليم العالي أو المراكز تابعة لوزارة الصحة مجهزة بهالأشياء وعم يقوموا بهالعمليات، وفي مركز جراحة قلب الأطفال، هذا مركز خاص لجراحة قلب الأطفال موجود ومجهز وعم يشتغلوا الحقيقة الله يعطيهم العافية، بس منركز على فكرة الكشف المبكر عن هذا الخلل، الكشف المبكر. التأخر
بيؤدي لارتفاع الضغط الرئوي بقيم كتير متقدمة وكتير عالية، بالتالي ممكن ما يتمكن الجراح من إغلاق الفتحة، حتى لو أغلقها ممكن يكون نتائجها سيئة جدا. فبيوصل لشيء بنسميه مركب أيزنمنجر، بيعرفوا زملائنا الأطباء هذا التعبير، اللي هو باختصار تأخر إغلاق الفتحات اللي بيؤدي مع الوقت لارتفاع الضغط الرئوي، ضغط الدم داخل الرئة بشكل كتير كبير. هذا وقتها لو أغلقنا الفتحة ما بتنجح. طب شو هو الوقت المتأخر اللي فينا نقول فتنا بمرحلة الخطر، وشو هو الوقت الصح؟ الوقت ما بيعتمد على العمر، لأنه مثل ما قلنا ممكن يعيش حياته بدون أعراض، بيعتمد على حجم الدم اللي بيمر عبر الفتحة. طبعا الكشف المبكر مثل ما قلنا حسب الأعراض اللي ذكرناها. هلأ في عنا وسائل تانية غير عمليات جراحية، إغلاق الفتحات عن طريق القسطرة القلبية بدون جراحة، وهذا موجود وعم نشتغله، يعني أطبائنا عم يشتغلوا هيك عمليات عن طريق القسطرة القلبية، في ديفايس أو في جهاز صغير بتركب داخل القلب بسكر الفتحة بشكل نهائي وبينمو الطفل بشكل طبيعي. وحتى لو كان كبير بالعمر كمان على حسب قياس الحجم، حجم الفتحة وحجم القلب بشكل عام، في مواد وأجهزة ممكن تؤدي لتسكير هالفتحة هاي. دكتور خلينا نحكي عن الشخص اللي بيصاب بمرض ثقب القلب، هل هو بيكون معرض لأمراض قلبية تانية ممكن ينصاب فيها؟ ايه طبعا، هلأ هو ممكن يترافق عيوب الحاجز بين الوزينتين أو بين البطينين بأمراض تانية، مثلا قصور صمام التاج أو قصور الأبهر، هي ممكن تترافق مع بعضها ممكن تكون هي السبب. فإذا كان الفتحة تحت الصمام الأبهري ممكن يصير في قلس لإحدى وريقات الصمام الأبهري وأحداث قصور شديد، وهي حالة مستعجلة، هي بدها إصلاح عاجل، هي الفتحة يعني المفروض تتشخص بالوقت المناسب لحتى ما تؤدي لقصور القلب المتقدم. أهم نتيجة لوجود فتحة بين البطينين أو الأذينين أو الثقب اللي موجود بهالأماكن هاي، إنه يدخل المريض بشيء بنسميه قصور القلب الاحتقاني، اللي هو مرحلة متقدمة، واللي نهايته كمان هي ارتفاع شديد بالضغط الرئوي، اللي مثل ما قلنا إذا الطفل وصل لهالمرحلة ساعتها لا حول ولا قوة، لم نقدر نعمل عملية ولا شيء، إلا طبعا برا في عمليات زرع القلب والرئة اللي بصير، هذا ممكن يكون هو الحل النهائي لهيك حالات لما نوصل لهالمرحلة هاي. يعني 70% تقريبا عوارض ثقوب القلب هي صامتة، 70% خلينا هلا ما في رقم دقيق للأمانة، يعني بس يعني ولكن يعني ما أنا ظاهرة 100%. تماما ولكن تماماً دكتور هون خلينا نركز على نقطة، يمكن كلنا بيوجعنا أسناننا منروح طبيب الأسنان، عيوننا منروح طبيب العيون، ولكن القلب شوي يعني كلنا مهملين انه نحن نشيك عليه. اليوم خلينا نحكي كاشخاص صحيح صحه جيده، كيف فينا نحن نحافظ على قلبنا؟ شو هو اول عارض نحن بيصير معنا، وخاصه بعد هالضغط النفسي والجسدي اللي عشناه بفتره الحرب؟ كثير بنحس بعوارض ولكن يمكن ما بنعطيها اهميه. صح. لحتى يصير عارض كثير كبير لحتى نلجا الى تشيك على القلب. الحقيقه كلامك كثير مهم، لأنه مفروض الطبيب طبيب القلبية يكون 50% من عمله هو وقائي و50% علاجي، يعني بمعنى اللي بدهم يستشيروني فرضاً اليوم مفروض يكون نصهم هن جايين يشيكوا على القلب لأنه خايفين يصير معهم مرض القلب. لكن للأسف هالثقافة شوي قليلة، نحن ما بيوصل المريض لعنا إلا يكون مراحل انتهائية، حتى يعني بيكون مو بس صار نقص تروية واحتشاء ودخل بقصور قلب ليوصل لعنا. هي ثقافة بنتمنى من خلالكم، من خلال وسائل الإعلام اللي ما عم يقصروا أبدا بهالموضوع، أنه ننوه لهالفكرة ولهالقصة، خاصة اللي عندهم عوامل خطورة. يعني كيف عوامل خطورة؟ مريض عنده ارتفاع ضغط فرضا، مريض سكري، مريض ارتفاع كوليسترول وشحوم الدم، مريض مدخن، طيب هي عوامل خطورة ممكن تأذي القلب. كل واحد عنده واحد من هالأشياء مفروض يفكر أنه شيك على القلب بشكل دوري. أكيد بالنسبة للأطفال هي مهمة طبيب الأطفال، يعني هو اللي بيفحص الطفل، أكيد الطفل بده يزور الطبيب أكثر من مرة، سواء لأخذ اللقاحات أو الفحص الدوري اللي بيعمله زميلنا طبيب الأطفال.
بده يحط السماعة على القلب ويسمع في نفخة، في صوت شاذ، في شيء غير طبيعي، وقتها بيحول المريض لطبيب القلبية ليعمل الإجراءات اللازمة وينهي المشكلة إن شاء الله. احنا متعودين دائما بامراض القلب حتى لو كان في عملنا قسطره او اي اجراء جراحي دائما بعد فتره لازم يرافقه بعلاج دوائي. هذا الشيء بيطبق بموضوع ثقب القلب، لازم يكون يرافقه بعد فتره علاج دوائي بعد الجراحه؟ اكيد، اول شيء المراقبه الدوريه جدا مهمه. صحيح نحن قلنا العلاجات الباكره اللي بالوقت المناسب شافيه، لكن بالنهايه هي في رقعه موجوده داخل القلب، هي اللي أغلقنا فيها، رئة صناعية اللي أغلقنا فيها العيب أو الثقب اللي موجود، أو مثلاً حطينا ديفايس أو الأداة اللي نستخدمها أثناء القسطرة القلبية، هي بدها مراقبة بالتأكيد. هلأ مع الوقت بينمو عليها غشاء القلب، بيغلفها لها القطع صحيح، لكن بدها مراقبة بشكل مستمر. موضوع الأدوية حسب بقى الحالة وحسب أي مرحلة موصل، في ناس بدهم علاجات مستمرة، في ناس بدهم علاجات مؤقتة حسب الدرجة اللي كانوا واصلين إلى. لكن كتير مهم موضوع التشيك الدوري، الفحص الدوري حتى لو ما في أعراض. موضوع التشيك كمان بيرجع الحياة هي واسعة جدا، في ناس، في ناس أشهر مثلاً. في ناس أشهر مثلا، في ناس كل سنة أو كل سنتين ممكن نقبل مرة مثلا. أما اللي مثلا مختلط بأشياء تانية بقصور قلب أو هاي، لا 3-4 أشهر مفروض يشيك، أو بالكثير كل 6 أشهر. نعم دكتور، يمكن عم نشوف صور بتخص الأطفال والقلب، وفي شق بيكون شق كتير كبير بصدر الأطفال عند حدوث العملية. اليوم يعني أكيد صار في تحديث بالعمليات، صار في شيء تقنيات أحسن، ولكن خلينا نحكي، هل الأطفال كمان عندهم علاجات دوائية؟ وهل الأطفال بعد فترة ممكن يرجعوا يتعرضوا لهي الثقوب؟ وليش وكيف وإذا إيه؟ نعم نكس قصدك. نعم. هلا طبعا الطفل بحاجه لعلاج دوائي، والادويه بتنعطى بشكل طبيعي للطفل، نفس الادويه اللي عند الكبار تقريبا، مع فارق الجرعه اللي هي مفروض تنحسب حسب الوزن، حسب وزن الطفل. هلا المريض اللي بنعمل له عمليه، الطفل جسمه عم ينمو طبعا، لما يكون عمر سنه او سنتين او ثلاثه او الى اخره، لما يصير عمره 20 سنه راح يفرق حجم جسمه وقلبه، بعض الفتحات ترجع بتفتح طبعا. يعني ممكن الرقعه اللي كانت موجوده، النمو عمل شد على حواف الرقعه وممكن تفتح الفتحه هي. نتيجه سلوك بحاجة خاطئ ولا شو؟ لا مو سلوك خاطئ، لا ما له علاقه فيها الحقيقه هي، لكن هي اختلاط خلينا نقول متاخر وارد الحدوث، وساعتها ممكن يحتاج عمليه ثانيه، او اثناء القسطره ممكن تتركب ديفايس تسكر المكان اللي نكس او اللي انثقب من جديد. دكتور خلينا نستغل وجود حضرتك معنا، ونحن عم نحكي عن ضرورة تفعيل الاهتمام بالثقافة القلبية، خلينا نحكي عن أعراض شائعة اليوم عم بتكون بين مختلف الناس وبتجاهلوها. يعني نبدأ من الوخزة مثلا، أعراض نحكي قديش الفترة الزمنية إذا تكررت أنه هون لا روح على دكتور قلبي، وشو هي أكثر الأعراض الشائعة؟ هلا الحمد لله، أولا لنطمن الناس، النغزة أو الوخزة هي ليست قلبية، غالبا هي عضلية أو عصبية. تمام. لأنه كتير وخاصة الصبايا كتير عندهم هالشغلة بتصير. ما هي كنت بدي أعلق على الموضوع، أنه أي حدا بصير معه وخزة بيقولوا له أي كولون، هي من الكولون. تماما من... تماما، هذا بنسميه الألم الانعكاسي، يعني ألم كولون بينعكس باتجاه القلب، أو ألم الرقبة بينعكس باتجاه القلب أو الأعصاب، الديسك الرقبي مثلا ممكن يعطي نفس التأثير. المشكلة وين؟ أنه لا يمكن تفريق الآلام، متشابهة لأنه متشابهة جدا، إلا من خلال الفحص السريري اللي بيعمله الطبيب المرفق بإجراء تخطيط قلب وإيكو دوبلر للقلب. هون منحط التشخيص النهائي الصحيح اللي هو بفيدنا كتير بتجنب الاختلاطات والمشاكل المستقبلية. مو بس النغزة، في عنا الألم الصدري الصريح، في ناس بيشكوا من ألم صدري خاصة الجهدي، هي ناحية كتير مهمة بنحب ننوه لها ونأكد عليها. أي إنسان عنده أعراض جهدية، النغزة اللي بتصير عند الصبايا أو الشباب غالبا أثناء الراحة بتصير، صحيح، ولفترة زمنية كتير بسيطة. هلأ هاي النغزة
غالبا مو قلبيه، هي عصبيه او عضليه. لكن اذا كانت عم تترافق بالجهد، عم تجي نتيجه جهد على المشي مثلا او طلعت الدرج او اي جهد اخر مثلا، فهي معناتها في مشكله بالشرايين الاكليليه المرويه لعضله القلب، وهون لازم ننتبه لها. نفس المفهوم اللي حكينا فيه، العلاج الباكر بيفيدنا كثير بتجنب الاختلاطات والمشاكل الممكن اذا استمر المرض يوصل الى المريض اللي اهمه قصور القلب. قصور القلب هو النتيجه الغير جيده اللي ما بنحب انه مريضنا يوصل الى بهيك حاله. طبعا بنحاول نتجنب وصول المريض لهالمرحله هاي. نعم، وشو هي ابرز يمكن النشاطات اللي لازم يمارسوها اي انسان سليم او حتى مريض لحتى يمكن يجدد خلايا القلب؟ لا، خلينا نبلش بالشغلات اللي لازم ما يمارسوها. أوكي. اولا دخان الارجيله، هي اول شيء. ثانيا العادات الغذائيه السيئه، مثل الافراط بتناول الكربوهيدرات والسكريات والدهون، هاي ناحيه كثير مهمه، يعني ينتبه لوزنه الانسان. الشغله هلا بنيجي للشغلات اللي بدهم يمارسوها، هي الرياضه. دائما نحن بنحكي تعبير دقيق الحقيقه ومختصر، كل اقل وتحرك اكثر. مهما كان حجم اكلك خليه اقل، ومهما كانت المسافه اللي بتقطعها او بتمشيها باليوم زيدها أكثر. تمشي 5000 خطوة عملهم 6000، تمشي 6 عملهم 7، هذا الصح. بتاكل باليوم ما يعادل مثلا 2000 كيلو كالوري عملهم 1700، بتاكل 1700 عملهم 1500، كل ما قللت كل ما كان أفضل. فكل أقل وتحرك أكثر، وابتعد عن الدخان والأرجيلة. الأرجيلة هي الداء اللي صار منتشر جدا بين الشباب للأسف الشديد، وأعمار كتير صغيرة. بس فكرة واحدة، الأرجيلة النفس الواحد، ساعة أرجيلة واحدة تعادل على الأقل تدخين باكيتين. كيف بيجدد راسين وثلاثة تماما. فهلا في دراسة لمنظمة الصحة العالمية قالت لا، أكثر من هيك، ساعة من الأرجيلة تعادل تدخين 100 سيجارة، يعني تقريبا ثلاثة أو أربعة، خمس باكيتات، خمسة أوكي. على الأقل. يعني مشكلة الحقيقة هي، يعني لازم ينتبه لها اللي عم يأرجل أو عم يدخن، أنه النتيجة اللي ممكن يوصل إلى هي مشكلة خطيرة في القلب، نقص تروية أو احتشاء عضلية قلبية. نعم دكتور، بالختام، عارض تسرع دقات القلب كتير ظاهر وخاصة عند الشباب والصبايا، أي جهد بيبذلوه بيصير في عندهم تسرع بدقات القلب، ممكن عوامل مختلفة ولكن وفي أسباب كتيرة وعديدة، ولكن خلينا نركز على هي النقطة، هل هي ممكن هي إنذار بالخطر للقلب ولا لا؟ هلا في التسرعات العاطفيه منيحه، هي ما مشكله، لكن التسرعات المرضيه اللي هي عم تصير بدون سبب، خليني اقول يعني التسرع هو قاعد الانسان ممكن تصير سرعه قلبه 150 او 160 او اكثر، هي تسرعات اشتداديه فوق بطينيه، بتكون غالبا ناتجه عن شذوذ كهربائي في القلب، مشكله كهربائيه في القلب. طبعا هي ممكن تكون خلقيه كمان، هي الاعراض ممكن هذا المرض يكون خلقي، وممكن ما يلاحظ إلا على كبر، يعني أثناء مرحلة الطفولة أو الشباب ما يبين بعدين بالكهولة مثلا. وممكن شعور بالدقات الكثيرة، ولكن إذا قسناها على أي ميزان بتكون عادية وسليمة. تمام، هذا مو تسرع قلب، متسرع. هو إحساس بضربات القلب، بس هذا مو تسرع، ممكن يكون اضطراب نظم. أوكي. ممكن خوارج انقباض تكون فعلا بيشعر أنه في ضربات قلب، لكن هي مو تسرع، هي عدم انتظام بضربات القلب. هي بالثمانينات، هي المعدل هو بين 60% وسطيا. أوكي. 74. أوكي. تماما، الرقم الدقيق هو 74، بس هو من 60% بنعتبره هو الرقم الطبيعي. يعني دكتور بالختام نتشكرك كثير لكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها، ويعني بدنا نشدد على موضوع كثير مهم ذكرناه، تفعيل ثقافه الاهتمام بالقلب حتى لو ما في اعراض. احنا دائما متعودين على الشخص انه فجاه اجيته سكته دماغيه او اجى مرض القلب، ولكن اكيد كان في اعراض يمكن او منبهات او ممارسات خاطئه عم بتكون. شكرا كثير لك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه.